اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال سيدي أبا القاسم يا رسول الله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد من ذلكم ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل محمد بالعلم والأخلاق مطففا إن الإله على الأخلاق رباه محمد خير من تعلم وعلم محمد خير من تحدث وتكلم هو النبي الذي طابت زيارته هو النبي الذي ترجى شفاعته شرفا له ولربه تعظيما يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اخوات الإيمان والإسلام عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات يتلو عليه قارئ الدول العربية والعالم الإسلامي وقارئ لدعوة الفيديون فاضلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور ندعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك Thank you.
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم واصبر وما صبرك إلا بالله ولئن صبرتم له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
واصبر 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 وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه واصبر ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا إن الذين هم محسنون اذكر الله
خلق الأرض والسماوات
عجوز اكبر عجوز الرحمن
أو أجد على النار
Love.
كل شيء له حق. أما جمال القرآن فليس له حق. ما أحلى كلامه، حلو في معناه، جميل في إلقاءه، خرج من قلب الطاهر إلى قلوب الطاهرة. هو كلام الله. فلعلما سمع حضرتكم قارئ دول العربية العالم الإسلامي وقارئ دعوة الفيديوز فاضلة القارئ الشيخ انور الشحات محمد انور المقيم في مدينة القاهرة. ناقلنا لكم احدى شركة اعمالك الصوتية في دار محمد سلام في برامج